جدل في موريتانيا بعد تضارب الأسباب الحقيقية وراء زيادة وتيرة الاعتقالات لقيادات المعارضة، خاصة بعد اعتقال زعيم حركة إيرا الحقوقية بيرم ولد عبيدي الذي يوصف بأنه أشهر حقوقي في موريتانيا. قضية ولد عبيدي يتداخل فيها ما هو جنائي وسياسي. فالرجل متهم بالإساءة والتهجم على الصحفي عبد الله، بينما تقول المعارضة إن الاعتقال قال جرى على خلفية سياسة تتعلق بالانتخابات المقررة الشهر المقبل، على خلفية سياسية. في ضيافة حزب التناوب الديمقراطي، قادة المعارضة الموريتانية هنا هذه المرة للتنديد بمنع السجين السياسي محمد الغدة من الترشح على رأس لائحة الحزب لخوض غمار الانتخابات النيابية المقرر تنظيمها بداية الشهر المقبل. منع السيناتور السابق والغدة من الترشح يأتي عشية بدء محاكمته بعد أكثر من عام على اعتقاله. أوامر صدرت به الإلجام بالقانوني محمد استوفاه كامل، واصبح كأي مترشح يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية ويالطو يمارسها عن الطرق المعهودة لغير فما تياها عن النظام اللي هو نظام محمد عبد العزيز، أرفض تماما من خلال النيابة وتدخل بعمل القضاء. المعارضة الموريتانية حذرت كذلك مما وصفته بالعنف السياسي الممارس بحسبها ضد مرشحين آخرين هما رئيس حركة إيرا المحظورة بيرام العبيد ومحمد ولي الشيخ القيادي في حركة نستطيع الشبابية المناوئة للنظام. هناك عنف سياسي يمارس منذ فترة ضد المعارضة بشكل عام، واعتقال بيرام يندرج في هذا الإطار، وهو لترهيب الناخبين لأن الظرف ظرف انتخابي مهما كانت المبررات القانونية الأخرى. من جهتها تؤكد الأغلبية الحاكمة أن ملفات المعتقلين قضائية قانونية ولا صلة لها بالسياسة والسجال الانتخابي. القضايا المطروحة لنا أمام العدالة هي قضايا قانونية صرفة ليست لها علاقة بالسياسة. سيد بيرام حرض على صحفي وهدد حرية الصحافة والتعبير في البلد، وهو الآن بين يدي القضاء. لا أريد أن أتحدث في هذه القضية. السيد الغدة تلقى تمويلات من الخارج في إطار فساد مالي معروف. هذه الاعتقالات تثير في توقيتها المزيد من إشارات الاستفهام وسط التحذير من تسخير القضاء لضرب الخصوم. منع وتوقيف بعض المرشحين للانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، وإن اختلط فيه القضائي بالسياسي أحيانا فإنه قد ينذر بصيف سياسي ساخن. محمد عبد الله ممين، التلفزيون العربي، مكشوف. ينضم إلينا من نيويورك موسى مخيطرات، حقوقي وعضو الكتلة السياسية الداعمة للمرشح بيرم ولد عبيدي. أهلا بك سيد موسى. سيد موسى، لماذا هذا الرد الفعل وهنالك دعوة مقدمة بحق السيد بيرم ولد عبيدي؟ حقيقة نحن في الكتلة السياسية الداعمة للمرشح بيرم ولد عبيد الزعيم والحقوقي الكبير في غرب إفريقيا بيرم ولد عبيد، لم تفاجئنا حقيقة هذه التهم، ولم يفاجئنا الاعتقال، وحقيقة متعودين على المضايقات وعلى طيب. هذه الأساليب اللي لماذا اعتبرتم بأن هنالك استغلال سياسي لهذه الشكوى؟ هنالك شكوى مقدمة أمام النيابة العامة، الشكوى الأولى قدمت في 4 يوليو لدى وكيل الجمهورية، رفضت الشكوى لعدم الاختصاص، تقدمت الشكوى أو قدمت الشكوى مرة جديدة في 30 يوليو أي أمام النيابة العامة، بالتالي أليس من الطبيعي أن تأخذ الإجراءات القانونية موقعها وطريقها؟ سيدتي الكريمة، الإجراءات القانونية في موريتانيا ما قد حقيقة التزم بها مع حركة إيرا ولا مع الزعيم بيرام ولد عبيد، لأن هذه القصة قصة مفبركة ومعدلة الاستخدام في الوقت الحالي، ومقبوضة عنها محاولة للتضييق على الرئيس بيرام ولد عبيد، وهم أيادي خفية وراء الموضوع، لأن القضية من الأساس تم تضخيمها، ويعني تم
يعني فبركت يعني بعض الأوديوهات فيها للزعيم برام الداعي بعيدي أنه محاولة لإيصال للناس أنه يتفوه بعبارات ساقطة وحقيقة هو طيب. بعيد كل البعد من هذا النوع من التصرف وهذا النوع من الأخلاق. ينضم إلينا من نواكشوط بالداع عبد الله الكاتب الصحفي الموريتاني الذي رفع الدعوة على السيد داع بيدي. سيد داع يعني السيد موسى يقول بأنه هذه القضية كلها ملفقة وأنه تم استغلالها من أجل اعتقال السيد داع بيدي. داع بيدي عفوا. كلام مضحك يعني. ما الذي لفق؟ هل لفق تصريحات وتسجيلات برام الداع بيد التي وزعها على أنصاره والتي يتداولونها وتتداولها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أم لفقت التهديدات التي تلقيتها أنا عبر مختلف الوسائط وعبر هاتفي الشخصي لمدة أسبوع كامل من قبل مناصري برام الداع بيد بتحريض منه؟ كل أنواع التهديدات، أنا يعني السب والشتم والتهديد حتى بأقصى ما يمكن، الموت، القتل، جميع أنواع التهديدات، لأن السيد بيرام وزع تسجيلا صوتيا على أنصاره يحضهم فيها على ذلك ووزع رقم هاتفي الشخصي عليهم وأعطاهم الأوامر بالقيام بهذه الأعمال التي تدخل في إطار التحريض على الكراهية وعلى العنف، وهي جريمة يعاقبها القانون الموريتاني والقانون الدولي. طيب. ما تعليقك يا سيد موسى؟ سيدتي الكريمة، هذه الأمور يعني احنا متعودين عليها في الكتلة السياسية الداعمة للرئيس برام الداع بيد. ونعطيك مثال بسيط اولا، ان فيه يعني عده شخصيات موريتانيه، مثلا عندك الاخت اميره تمت المختار هي حقوقيه كبيره، والاخ احمد عبداوه، وعندك الاخ عبد الرحمن والدادي، والاخ محمد المحامي محمد المبين، هذو كلهم تعرضوا يعني نفس الموقف يعني، وسبوا وتم تكفيرهم وتم تهديدهم بالقتل من طرف يعني اشخاص ما زالوا موجودين الان هم موريتاني وجالسين هم موريتاني، ومع ذلك لم يتم التعامل مع شكاياتهم اللي قدموا، وتم التعامل مع الشكاية يعني حقيقة ملف فارق ضد الرئيس بيرام الداع بيد، منه أصلا ما يستحق أن يتم توقيفه فيه، لأن هاي النوع من القضايا بسيطة جدا، كان ممكن يعني وكيل الشرطة يعني تستمع لأقواله وتطلق سراحه، لأنه يعني شخصية يعني دولية وشخصية وطنية، لكن للأسف يعني بدي أرجع أسمع من السيد داع عبد الله. سيد داع، يعني أليس من المستغرب أنه أن يجري الاعتقال بهذا التوقيت يوم تثبيت الترشح للانتخابات التشريعية؟ يعني برأيكم ألم يتم استغلال القضية سياسيا من أجل اعتقال السيد عبيدي؟ أنا لا أعتقد شخصيا أن هناك استغلالا سياسيا لهذه القضية، لأنني اطلعت، أنا أرفض أن يستغل ملفي سياسيا، لا من طرف الحكومة ولا من طرف الموالاة ولا من طرف السيد بيرام وأتباعه ومؤيدوه الذين يحاولون ذلك أيضا. يعني محاولة الاستغلال السياسي يجب أن ننتبه أنها يمكن أن تأتي من الجانبين، وأنا أرفض أن يتم استغلال ملفي بهذه الطريقة، وتأكد شخصيا بأن الملف أخذ مساره الطبيعي القضائي. كيف ولذلك تم التعامل مع الملف؟ إذا كانت هناك بحسب بعض الروايات وكيل الجمهورية قال لك عندما تقدمت بالشكوى في 4 يوليو أن الظرف السياسي لا يسمح اليوم، ما دقة هذه المعلومة؟ أولا، إذا كانت تصريحات من هذا النوع صدرت من القضاء، فربما لأن الفترة التي تقدمت فيها بالشكوى كانت فترة القمة الإفريقية، وربما كان هناك تخوف من أن يتم فعلا استغلال هذه القضية سياسيا من طرف السيد بيرام كما يجري الآن في هذه الأثناء. أعتقد أن القضاء تصرف بالطريقة وتبعا للمسطرة التي يمكن أن يتصرف بها القضاء في أي بلد في فترة محددة، يعني أخذت الإجراءات تقريبا شهر، وهذا شيء طبيعي وعادي أن يحدث في كل البلدان. يعني
كصحفي واعتمد على حسك الصحفي، عندما نتحدث عن السيد عبادي ليس الشخصية الوحيدة المرشحة التي تم اعتقالها، شخصيات أخرى، محمد ولد غدة، محمد ولد الشيخ، محمد ولد غدة رفض ترشيحه وهو موجود في السجن، محمد ولد الشيخ، السيد موسى أعطى أكثر من اسم. هل كل هذه القضايا يعني لا يد سياسية فيها جنائية؟ أنا لا يمكن أن أجزم بذلك، لا يمكن أن أجزم بذلك، ولكن ما يمكن أن أجزم به أن الملف المتعلق بي شخصيا تم فيه اتباع الإجراءات بشكل طبيعي. إذا كان لا يمكنك الجزم، يعني لديك شكوك سيد عبدالله ضد عبدالله؟ نعم، يعني عندما تقولون لا يمكنني أن أجزم بذلك، يعني ذلك أن لديكم شكوك بأن هذه ليست كلها ملفات جنائية. طبعا هناك منها ملفات سياسية، يمكن القول أن خاصة ملف السيد والغدة، السيد والغدة واضح أن ملفه ملف سياسي. شكرا لك دد عبد الله الكاتب الصحفي، كنت معنا من موريتانيا، وأشكر من نيويورك موسى مخيرات حقوقي وعضو الكتلة السياسية الداعمة للمرشح بيرام دا عبيدي.